أهلا بكم. هدنة جديدة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليلة الخميس ولمدة 72 ساعة كما هو مقرر. ومن المقرر أيضا أن تكون هذه الهدنة مدخلا للتحضير لجولة جديدة من المباحثات بين الحكومة وميليشيا الحوثي والمخلوع، كما أنها ستكون فرصة لإدخال المساعدات الغذائية للمدنيين في مناطق الاشتباك كما يصرح المسؤولون الأمميون. نناقش هذه التطورات في محورين: ما إمكانية صمود هذه الهدنة في ظل استمرار الأعمال العسكرية، وكيف يمكن لهذه الهدنة أن تنتج حلاً استعصى لأكثر من عام من مسيرة البحث عن حل سياسي للأزمة اليمنية. إذن مشاهدينا، في هذه اللحظة المحتدمة يبدو المشهد اليمني مسدود الأفق أكثر من ذي قبل، فلا الحرب حسمت مصيرها ولا السلام صار أقرب بعد عامين من الحرب والإنهاك الذي أصاب الجميع. هدنة 72 ساعة المنتظرة يعول عليها البعض في أن تكون مدخلا جيدا للبحث مجددا عن الحل المستعصي، ولكن البعض يرى أن السلام الذي فشلت في جلبه الهدنة السابقة لا يزال أبعد ما يمكن في هذه اللحظة. فما هو الفارق الذي ستصنعه هذه الهدنة؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. تصل أخبار الهدنة السادسة لكن الهدنة لم تصل، فاليمنيون ملوا انتظار السلام المحمول على خطوات الدبلوماسيين من جديد، يحبسون أنفاسهم خشية انهيار اتفاق معلن. حتى ولد الشيخ أحمد دعا إلى الالتزام بالهدنة من أجل تحريك عجلة المساعدات للمعذبين في جوف الحرب. موافقة الأطراف على الهدنة بحسب المبعوث الأممي نقل المقترح من خانة إقراره إلى البحث في كيفية المحافظة عليه، فالعقبات التي تعترض الهدنة أكثر من العوامل التي تدعمها، إذ لا يوجد من يحمي الهدنة ويمنع انهيارها خاصة في ظل غياب آلية واضحة أو ضمانات لتنفيذها وبقاء القوات العسكرية والميليشيات على تماس في مختلف مناطق البلاد، كما أن الميليشيات لا تزال تنشر مقاتليها وآلياتها الثقيلة داخل المدن والأرياف، كما قد ينذر تصعيد إجراءاتها الأخيرة في الإعلان عما تسميه تشكيل حكومة إنقاذ بعرقلة الهدنة المقترحة والإطاحة بمساعي الحل السياسي. السلام ليس غدا، رغم أن التفاهم البريطاني الأمريكي يجنح على الأقل إلى تغليب المسار السياسي على المسار العسكري، لكن المحاولة تعاني من المراهنة الخطرة على خريطة طريق معقدة وشاقة التنفيذ ومبهمة، تحتاج إلى الكثير من الإرادة السياسية من الإنقلابيين أولا والدول الإقليمية والدولية الداعمة لهم. أبرز التحركات التصعيدية ما جاء على لسان مندوب روسيا في مجلس الأمن والذي طالب بفرض حظر جوي في اليمن بمزاعم الحد من سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، لكن مراقبين رأوا في هذا المقترح بعدا سياسيا هدفه التأثير على سير العمليات العسكرية على الأرض بحيث يحظر الإسناد الجوي فضلا عن تمكين الإنقلابيين وميليشياتهم من التحرك بأمان. علاوة على هذا التصعيد والتعقيد تبقى التحديات الإنسانية الحاضرة الغائبة عن المشهد، فعشرات التقارير الدولية عن تدهور الوضع الإنساني ودخول غالبية السكان تحت خط الفقر لم يشفع لهم بجعل العالم يلتفت بجدية أكثر لإنهاء أسباب الحرب وليس وقف الحرب ذاتها. فالانقلاب هو الثقب الأسود الذي ابتلع اليمن وأدخل اليمنيين في مستنقع الاقتتال والبؤس والحرمان. إذن مشاهدينا، سنناقش في حلقة ليلة الهدنة المقررة من قبل الأمم المتحدة والتي ستدخل، يفترض أن تكون داخلة في حيز التنفيذ من اليوم الساعة 12 منتصف الليل. مشاهدينا، هذه الهدنة الأمم المتحدة تعول عليها كثير فأنها ستكون فرصة لإدخال المساعدات إن تمت، وأيضا هناك طرف آخر يرى أنها لن تختلف عن سابقاتها بحيث أنها كباقي الهدن التي حدثت وكانت تنتهك في ساعاتها الأولى. مشاهدينا، سنبدأ النقاش وسيكون ضيوفنا في حلقة الليلة، سينضم إلينا الدكتور عمر عبد العزيز وأيضا مختار الرحبي السكرتير الصحفي في رئاسة الجمهورية. سنرحب حاليا كنترول من معنا حاليا. إذا سينضم إلينا الدكتور عمر عبد العزيز الكاتب والباحث من الشارقة. دكتور مساء الخير. مرحبا، مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. يعني هناك هدنة أخرى، هل ثمة فارق فعلي بين هذه الهدنة وسابقاتها؟ نأمل ذلك. أنا أعتقد أن هنالك جهود دولية حثيثة وهنالك أيضا ضغوط في إطار هذه الجهود الدولية. هنالك سلسلة من الاجتماعات جمعت وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا
والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في لندن، ثم بعد ذلك تكررت هذه اللقاءات. وهنالك أيضا تصريحات مؤخرا لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية البريطاني في لقائهما المشترك بلندن، وهنالك أيضا استجابة ضمنية من قبل الحلفاء العرب ومن قبل الشرعية اليمنية للذهاب إلى هذه الهدنة على قاعدة التسوية السياسية المجيرة. نعم. على المرجعيات المتفق عليها أصلا وأساسا منذ المبادرة الخليجية مرورا بمؤتمر الحوار الوطني والقرار الأممي 2216. بمعنى آخر، أتصور الآن أن هنالك جهود حثيثة بذلت وتبذل من قبل مختلف الأطراف على قاعدة ترويض وإقناع من ليسوا مستعدين أو من كانوا واهمين في الاستمرار في العملية الانقلابية في أن ينصاعوا لجادة العقل والحكمة والصواب. البلد فيها متسع للجميع، وهنالك إمكانية على أن يكون الجميع شركاء في اللعبة السياسية القائمة. نعم. على أساس التعددية والدولة الاتحادية والنظام اللامركزي، وأن ينسوا الماضي الذي لن يعيد إنتاج نفسه بحال من الأحوال. لكن أنا دكتور، من هذه الزاوية. نعم. أقول أن هنالك شيء من التفاؤل. نعم. المقروب بوجود حكماء في الداخل وفي الخارج يريدون الخروج من هذا المأزق. نعم، لكن دكتور في السابق يعني كانت الهدنة تأتي نتيجة للمشاورات السياسية وجزء منها، بينما يعني ما يطرح الآن أن هذه الهدنة ستكون فرصة للسماح بإجراء مشاورات بشأن جولة جديدة من المباحثات، إلى ما يمكن أن يشير هذا برأيك؟ لما لا تكون هناك جولة جديدة من المباحثات؟ الأصل في المعادلة كلها أنه يتم الإبقاء على الخيارات التوافقية التي توافقنا عليها أصلا وأساسا منذ أن وقعنا على المبادرة الخليجية بشكل جماعي، ومنذ أن ذهبنا بقضنا وقضيضنا إلى مؤتمر الحوار الوطني، ومنذ ثوابت المرجعية التي كانت مسيجة بدعم أوروبي ودعم خليجي ودعم عربي عام ودعم دولي أيضا. بمعنى آخر، هذه الفرص المتاحة لليمن لم تكن متاحة أصلا وأساسا لعديد من البؤر الساخنة في المنطقة العربية وغيرها. ولهذا السبب على اليمنيين أن يعرفوا وأن يدركوا تماما أن هذا هو المخرج وهذا هو الخيار الذي لا مفر منه. من لا يستطيع استيعاب هذه المعادلة يعني تماما أنه سيكون مذموما مدحورا، وسيهزمه التاريخ والجغرافيا والحقيقة الموضوعية. نعم دكتور، يعني أيضا المندوب الروسي في مجلس الأمن طلب بحظر جوي في اليمن، برأيك ما دلالات مثل هذا الطلب؟ أي حظر جوي؟ أنا لا أدري ما يعني كيف يطالب بحظر جوي. هو يقصد في دلالة إلى عملية التحالف بإلغاء الحظر الجوي؟ لا أعتقد، أنا لم أسمع هذا الكلام. الحظر الجوي قائم على أسس مرجعية قانونية ابتداء من طلب الشرعية اليمنية بالتدخل العربي من جهة، وأيضا القرارات الأممية التي تسيد هذه الشرعية. باختصار شديد، نعم، العالم بما في ذلك روسيا يعترف بالشرعية اليمنية، وبهذا المعنى نستطيع أن نفهم الموقف الروسي في مجلس الأمن الدولي عندما لم تصوت روسيا ضد، لم ترفع الفيتو ضد القرار 2216، ما يعني تماما أن روسيا تجيز القرار ضمنا وتتمنى أن يكون هنالك مخرج سياسي للمسألة اليمنية، وهي ليست بحال من الأحوال مع الانقلاب. نعم، إذن تكرم بالبقاء معنا دكتور عمر. سينضم إلينا الآن من الرياض الصحفي مختار الرحبي. سيد مختار، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى المشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك سيد مختار. يعني ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ، بداية لماذا 72 ساعة ولماذا لم تكن هدنة دائمة؟ طبعا البدء ب 72 ساعة هو قياس لمدى التزام الطرفين، لنقل الطرفين، لأنه في الهدن السابقة كان طرف واحد هو من يلتزم بالهدن، ويتم إيقاف الضربات الجوية والطيران الجوي للتحالف العربي يتوقف، وكذلك بما في ذلك أيضا قوات الجيش الوطني التي تعلن على لسان رئيس هيئة الأشكال العامة في كل هدنة أنهم ملتزمون بما دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية من الالتزام بالهدنة. بالتالي الطرف الآخر هو الذي دائما ما يفهم الهدنة بطريقة خاصة به، ويفهم الهدنة بأنها توقف للطيران فقط. أما بالنسبة للعمليات العسكرية على أرض الواقع، هو
يقوم بها في تعز، يضرب الأحياء المدنية، يقوم بها في المناطق الأخرى، يرسل الصواريخ المتنوعة على المناطق اليمنية. بالتالي الهدنة ستبدأ ب 72 ساعة لمدى لقياس مدى التزام الطرف الآخر، فإذا التزم بها وسيتم تمديدها، وهو كما تم إعلانه من قبل المبعوث الدولي، إذا تم التزام الأطراف بهذه الهدنة سيتم تمديد هذه الهدنة للتهيئة للدخول بحوار مباشر والعودة لطاولة الحوار. نعم سيد مختار، بخصوص ردود الطرفين الحكومة والميليشيا، هل تبدو جادة في الالتزام بأحكام هذه الهدنة؟ بالنسبة للحكومة أعلنت على لسان وزير الخارجية وأعلنت موقف رسمي منها أنها ملتزمة بوقف إطلاق النار، لكن الطرف الآخر لم نرى أي إعلان مباشر وحقيقي من قبل طرفي الانقلاب الحوثي صالح، باستثناء محمد عبد السلام الذي أعلن أنهم سيلتزموا، لكن المبعوث الدولي أعلن على لسان الحوثيين وعلى لسان الانقلابيين بشكل عام أنهم ملتزمون بالهدنة، وهم أنا أعتقد أنهم في أمس الحاجة للهدنة أكثر من حاجة الشرعية لهذه الهدنة، لأننا جينا أن نعرف الوضع العسكري والاقتصادي والسياسي أيضا للميليشيات الانقلابية التي وصلت إلى حالة إلى حالة حرجة جدا خلال الفترة القليلة الماضية. نعم سيد مختار، تكرم بالبقاء معنا. دكتور، نعود إليك بسؤال، الميليشيا التي وافقت على الهدنة تبدو غير مكترثة لما يفترض أن يترتب على هذه الهدنة، وتتجه نحو تشكيل حكومة يعني كما حدث اليوم، كيف يمكن أن يؤثر هذا على فرص التوصل إلى حل سياسي؟ ليس جديدا بعض المحاولات التي تنتمي إلى نوع من أنواع إطلاق البالونات أو الفقاعات، ببساطة قد حاولوا تشكيل حكومة قبل ذلك ولم تستمر الأمور، وفي الحقيقة عن أي حكومة يتحدثون؟ ما هي هذه الحكومة وعلى أي أرض ستفعل وسيكون لها شرعية العمل المؤسسي؟ بمعنى آخر كل هذه المسائل تدخل في باب استخراج بالونات من جعبة الحاوي كما يقال. الأمر القائم في اليمن هو أمر بحاجة إلى تسوية سياسية قائمة على قاعدة المشاركة الأفقية للجميع، وعلى قاعدة الحكم اللامركزي المطلق، وعلى قاعدة الأقاليم ذات السيادة الكاملة على مقدراتها المرتبطة بالتنمية والميزانيات الجارية والتطوير، وعلى قاعدة وحدة الدولة اليمنية في المستوى المتعلق بتمثيل هذه الدولة خارجيا ودفاعيا وأمنيا وما إلى ذلك. بمعنى آخر المخارج واضحة والحلول واضحة، وقد توافق اليمنيون بكل مكوناتهم السياسية والاجتماعية والذاكراتية إنجاز التعبير، توافقوا جميعا على هذه المخارج، وهذه المخارج متاحة وقابلة لأن تفعل على الأرض، ولهذا السبب على الجميع أن يلتحقوا بهذه العملية بكل بساطة. الأمر لا يتعلق بهذه الترويكة السياسية أو تلك، ولا يتعلق بهذا هذا الاسم أو ذاك، ولا بهذا الزعيم أو ذاك. الأمر يتعلق بالمصلحة العليا للشعب اليمني التي لابد أن تستوعب من قبل الجميع، ولابد من أن تكون لدينا شجاعة الانتماء للمستقبل على قاعدة التخلي عن ثقافة الماضي، التخلي عن ثقافة الميليشيات، عن ثقافة التمترس بالسلاح، عن ثقافة الإلغاء للآخر. كل هذه المسائل تعني تماما أن الذين هم في محك الاختبار الصعب في هذه اللحظة هم من يرفضون التسوية السياسية، ومن يرفضون ما آلت إليه المرجعيات اليمنية والعربية والدولية من خيارات واضحة المعالم. هذا هو الأمر. ما عدا ذلك كل المسائل الأخرى هي عبارة عن تلويحات بانورامية لا تؤثر ولا تغير شيء، هي أشبه ما تكون بالمراوح التي يحاربها الدون كيشوت العصر أيا كان هذا الدون كيشوت. لكن دكتور فيما يخص المجتمع الدولي، الذي يبدو معنيا بالوضع اليمني أكثر من ذي قبل، كيف سيتعامل مع الأزمة اليمنية في هذه اللحظة برأيك؟ ما زال المجتمع الدولي يؤيد العملية السياسية ويؤيد المرجعيات التي تحدثنا عنها مرارا وتكرارا، ويؤيد الشرعية. باختصار شديد المجتمع الدولي يتعامل مع الشرعية باعتبارها المعبرة عن تلك المرجعيات، عن المبادرة الخليجية، عن مؤتمر الحوار الوطني ونتائجه، عن أيضا الالتزام بالقواعد السياسية والقواعد الدولتية المتعارف عليها من قبل الرعاة الأمميين الأوروبيين والرعاة في دول الخليج العربي والعرب بشكل عام. وبهذا المعنى المجتمع الدولي يتعامل عمليا مع الحقائق المرتبطة بالمرجعية القانونية الأساسية لهذه الدولة التي تحولت بإرادة خاصة من أبنائها ومن فرقاء ساحتها الذين توافقوا أصلا وأساسا بعد أحداث 2011
من أجل الخروج من مأزق التحارب والتقاتل، وكانت المبادرة الخليجية بمثابة الوعاء التي استوعبت هذا النوع من الحكمة اليمانية إنجاز التعبير وهذا النوع من التوافقية العاقلة، نعم. وحاولت تسييجها وتزمينها والذهاب بها بعيدا للخروج من هذه المشكلة. لكن الذين انقلبوا على هذه المسألة هم الذين بوسعهم اليوم أن يتراجعوا، نعم. عن ما فعلوه، وعلى العقلاء في هذا الطرف أن يدركوا أن المخرج الوحيد والمتاح هو العملية السياسية التي لابد أن تستمر من حيث انتهت بكل، نعم. بساطة. نعم، أشكرك الدكتور عمر عبد العزيز الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من الشارقة، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا الآخر السيد مختار الرحبي. سيد مختار، السفيرين الأمريكي والبريطاني بعد لقائهما الرئيس هادي تعهدا بالتعامل بحزم من قبل المجتمع الدولي إزاء الخروقات التي قد تحدث، هل يعني هذا أن المجتمع الدولي سيدخل بقوة هذه المرة لفرض الهدنة والمحافظة عليها؟ يعني سيكون له تدخل ومواقف قوية؟ سيدي العزيز، من خلال مواقف المجتمع الدولي في الهدنة السابقة لم يكن هناك أي موقف، بل بالعكس من ذلك، السفير الأمريكي والبريطاني وكثير من السفراء والدبلوماسيين الغربيين كانوا متواجدين معنا في الكويت أثناء المشاورات السابقة التي امتدت إلى أكثر من 150 يوم، لم يكن لهم أي موقف، لم يتحدثوا بكلمة واحدة، لم يتفوهوا بكلمة واحدة من الذي يعيق مسار التسوية السياسية، ولم يدينوا الاختراقات التي كانت يتم تدوينها يوميا عبر لجنة التهدئة المشكلة من الطرفين، من طرف الحكومة وطرف الانقلابيين، وكانت تصل للسفراء وتصل أيضا للأمم المتحدة، لم يتحدثوا بكلمة. هم يتحدثوا من خلال لقاءاتهم مع الحكومة بكلام، ويتحدثون أيضا من خلال لقاءاتهم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتحالف بكلام، ويتحدثوا حينما يلتقوا بالطرف الانقلابي بكلام آخر. بالتالي هناك ازدواجية في المواقف من قبل الأمريكان والبريطانيين والمجتمع الدولي. نحن نتحدث ونقول أنه لدينا قرار دولي 2016 صادر مجلس الأمن الدولي تحت الإطار البند السابع، ما نريده هو تنفيذ هذا القرار، ونريد أيضا موقف حازم من المجتمع الدولي يجبر الميليشيات الإنقلابية أولا على تنفيذ القرار، ويجبرهم أيضا على إتاحة الفرصة أمام الهدنة الإنسانية، بحيث تكون هذه الهدنة المدخل الذي من خلاله يمكن الانطلاق إلى تسوية سياسية جديدة. إذن الصحفي مختار الرحبي، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. سنتم لنا الآن أيضا من الرياض الأكاديمي والكاتب السعودي الدكتور خالد بطرفي. دكتور مساء الخير. يا مساء النور، أهلا بك دكتور. بعد ساعات من يعني ستدخل الهدنة حيز التنفيذ، هل من مؤشرات لنجاحها هذه المرة؟ ربما يكون المؤشر الوحيد أن السيف بات على الرقبة بالنسبة للحوثيين وعلى عبد الله صالح. الحصار أصبح الآن على صعدة وعلى صنعاء، وربما لهذا هذه المرة لم يترددوا في قبول الهدنة، ولكن السؤال هل سيلتزمون بها؟ نعم. وهل سيلزمون كل الفصائل التابعة لهم يعني بالتزام بها حرفياً؟ وما هي الضمانات الدولية أو المحلية التي تضمن عدم وجود خروقات؟ هذه أسئلة مشروعة، لأن تجاربنا معهم أنهم لا عهد لهم ولا ذمة، وفي كل مرة يعني كانوا يصلون إلى هدنة مع جهة ما، سواء مع الدولة اليمنية أو مع الحكومة السعودية في السابق، كانوا يستغلونها لتعبئة القوى والاستعداد بجولة جديدة من الاعتداءات. لا أعرف إلى مدى أي مدى هذه المرة سيلتزمون، هذا يعتمد على مدى الضعف وشعورهم بأنهم وصلوا إلى حالة من اليأس أو حالة من الضعف تتحكم عليهم أن يتوقفوا وأن يقتلوا بالهدنة ويستفيدوا منها. نعم، إذن دكتور أستسمحك بالذهاب إلى فاصل قصير، يبدو أن هناك مشكلة في سماع صوتك، يعني مشكلة فنية، سنعود الاتصال بك لكن بعد أن نذهب لهذا الفاصل القصير ومن ثم نعود. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، ونأمل أن نكون قد تجاوزنا هذا الخلل الفني في سماع الدكتور خالد بطرفي. دكتور هل تسمعني هذه المرة؟
نعم أسمعك بوضوح. دكتور أهلا بك. يعني في المرات السابقة لو عدنا للحديث لم تتوقف خروقات الميليشيا، التحالف العربي من جانبه كيف سيتعامل مع هذه الهدنة ومع خروقات الميليشيا في حال حدوثها؟ سيتعامل بقوة، سيتعامل برقابة دقيقة ولصيقة، سيتعامل بحرص وتحفظ وشك، لأنهم عودونا في كل مرة أنهم لا يلتزمون بالعهود والمواثيق، وأنهم يحاولون في كل مرة أن يجدوا فرصة أو أي مجال للاختراق سيقومون به، ويستغلون كل هدنة لاستعادة القوة والتموضع والبحث عن فرص أخرى للهجوم والاعتداء. فلذلك أعتقد أن الرقابة ستكون حريصة أكثر، وأنهم فعلا سيكون الرد قاسي على أي خرق. المعيار الحقيقي والمقياس سيكون في تعز، لأنهم لم يتوقفوا أبدا عن قصفها. سنرى الآن إن توقفوا يعني فخير به، وإن لم يتوقفوا فإن عادوا عدنا. نعم، حتى وإن يعني كان الإيقاف لهذه العمليات على الحدود واستمرارها على في داخل الأراضي اليمنية، يعني هل موقف التحالف برأيك لن يتغير؟ لا، موقف التحالف في كل مرة كان ثابتا، أننا سنلتزم بالهدنة ما داموا ملتزمين بها، وأن أي خرق للهدنة سوف يتم عقابه وتصدي له بالوسائل الرادعة. فأعتقد أن هذا سيستمر في المرحلة القادمة. نعم، لكن دكتور إذا ما نظرنا للمعطيات القائمة، هل يمكن أن تقود هذه الهدنة إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برأيك؟ هو هذا الأمل، ولكن المشكلة مع الحوثيين أن قرارهم ليس في يدهم، القرار في طهران. على المجتمع الدولي أن يضغط على هذه الدولة المعتدية التي تتدخل في شؤون الآخرين، التي تدير الميليشيات الشيعية في المنطقة كما تدير قنوات التلفزيون بالريموت كنترول. هذه هو المصدر الحقيقي للمخاطر والموقع الحقيقي للقرار. فإن سمحت لهم إيران بأن يقبلوا بالهدنة سوف يقبلون بها ويلتزمون بها، وإن لم تفعل وأظنها لن تفعل فسيعودون إلى ما كانوا عليه حتى فعلا نصل إلى مرحلة كسر العظم. نعم، إذا وضحت الصورة. الكاتب السعودي الدكتور خالد باطرفي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من برنامج زوايا الحدث. أشكر ضيوفي، كان معي الباحث والكاتب الدكتور عمر عبد العزيز كان معي من الشارقة، وأيضا الشكر لمختار الرحبي الصحفي كان معنا من الرياض، وهو أيضا الشكر للدكتور خالد باطرفي الكاتب السعودي. وختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة ليلة الزميل كمال حيدر، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى أن ألتقيكم في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله وحفظه.